قلب ايمي. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل بانيه مشوي، وهنعمل رز بالميلرز، وهنعمل سلطه زبادي بالخيار، وهنعمل ان شاء الله خضار سوتيه. اول حاجه معانا ربع كيلو بانيه، 2 كوبايه رز، معانا مايونيز، معانا مستردة، معانا الزيت بتاعنا صويا صوص، معانا الملح والفلفل، ومعانا ورقتين ماجي، ومعانا خيارة مبشورة، معانا بصلاية مبشورة، ومعانا بروكلي، بسلة بالجزر، ومعانا كوسة، ده كله كان متفرز، وميلرز طبعا، واتنين زبادي. ونبتدي. اول حاجة معانا هنمسك البانيه، هنحط عليه 2 مرقة، شوية فلفل، هنمسك ان شاء الله البصلاية المفرومة نحطها، ونحط طبعا معلقة كده هوت من صويا صوص عشان يديها لون حلو. التقليبة بتاعتنا نقلبها كويس، تمام. وطبعا معانا علبة الزبادي، هتديها طراوة حلوة عشان ما تنشفش وهي بتتشوي. ونقلب بقى الكلام الحلو ده كله، ناخد شوية ملح كده وشوية فلفل عشان الزبادي اللي حطيناه. ناخد بقى ايه شوية زيت كده، ونقلب التقليبة بتاعتنا. وطبعا مجهزين الشواية عشان ما اغسلش طبعا الشواية كل شوية، حتى ورق قصدير، ولو احسن بقى يا جماعة التتبيلة دي تبات في التلاجة وتاني يوم تعملوها. نحطها كده نعلي بقى النار عليها عشان تشمع بسرعة، ونقفل بقى الكلام ده. ورجعنا لكم تاني كده. هنحط البسلة، ودي طبعا ربع الحلة مليان مية عشان بتاخد سوا. طبعا هنغطي على الحلة بالجزر عقبال ما يتسلق عشان هو بياخد سوا، انما الكوسة والبروكلي ما بتاخدش سوا. ونبتدي بقى كده هنعمل سلطة الزبادي. هنحط شوية ملح، شوية فلفل، هنحط نص معلقة مستردة، معلقة مايونيز، نبتدي نقلب. نحط بقى الزبادي بتاعنا، كده السلطة جاهزة هنحطها في التلاجة. كده بقى هنعمل الرز، هنحط الزيت، بصوا البخاخة دي نحط بيها الزيت،
عجباني جدا. نحط شويه زيت حلوين كده. ننزل بالرز، انا غسلاه طبعا ومصفياه من الميه، وهنقلبه كده بقى. شوحناه خلاص، ننزل بالملكس نقلبها كده، ننزل بالميه. نحط شوية ملح كده، ربع معلقة ملح صغيرة، وأول ما يتشرب ميته طبعا أحطه على الشياطة بتاعتنا. وطبعا هنقلب بقى نشوف البانيه بتاعنا. أنا مرضتش أقلبه كتير عشان ياخد لون ايه حلو، هو كده لسه عايز ياخد لون تاني، ياخد لون كويس يعني. وبعد كده بقى ايه اقلب. بصوا دي بقى هضطر ان انا اقلبها عشان مسكت على جنب. دي مضطرة ان انا اقلبها. نقفل بقى عليها كده، واول ما الرز يشرب ميته نحطه على الشياطة بقى ايه بتاعتنا. ورجعنا لكم تاني كده بقى. هنحط المصفى فوق البسلة والجزر، ونحط البروكلي، نفكهم من بعض كده. ونغطيهم وحبة صغيرين، وبعد كده نشيل. وكده خلاص خلصنا الرز، وشوينا البانيه، وخلصنا السوتيه، وطلعنا سلطة الزبادي. وكل سنة وانتم طيبين، وبألف هنا وشفا، وأحلى سبسكرايب لإيمي، وأحلى لايك، وأحلى شير. مع السلامة.